انطلقت بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين، ويستمر في الفترة من 16 إلى 22 من مايو الجاري. وأكد المشاركون أن مهرجان إيزيس هو مهرجان نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، وكذلك العروض التي من إبداع النساء وتعكس خصوصية هذا الإبداع النسوية. المهرجان إيزيس هو مهرجان بيتكلم على القضايا الاجتماعية، بس تكون صناعة العمل يا إما مرأة يا إما يكون الموضوع عن المرأة، وده بالفعل اللي احنا محققينه السنة دي. احنا عاملين توازن لطيف جدا، بنتكلم على قضايا ليها علاقة بالصحة النفسية للبني آدمين عامة، زي مثلا ثلاثة مقاعد في القطار الأخير. بيتكلم على البنات اللي ممكن تكون بتتعرض لضغط وبيتم بينتحروا بسبب ظروف الضغط اللي بيتعرضوا ليها، فحابين نعرض تجارب مختلفة، تجارب من دول مختلفة. سعيدة طبعا بالمهرجان، لأنه دايما مهم إن احنا يبقى عندنا أنشطة من هذا النوع طول الوقت أيا كانت يعني، وبالذات كمان لو هي حاجات بتدعم الأعمال المرأة، سواء يعني صناع عمل نساء أو مواضيع بتتكلم يعني مواضيع عن النساء، لأن ده مهم. احيانا تبقى حاجات يعني مهضوم حقها شويه، فكويس ان احنا نسلط الضوء على الحاجات دي. وجود مهرجان بيهتم بقضايا المراه ده موضوع محترم جدا، يعني موضوع كويس، وده كان مردود زي ما بقول لحضرتك كده، لان المسرح النسوي جزء كبير من تكوين المسرح ككل، فطبعا ده شيء ممتاز، وان شاء الله يعني تبقى دوره موفقه، واتعشى منها تبقى يعني ليها باع في انها مناقشه قضايا المراه بشكل حقيقي. انا مبسوط ان انا بشارك في مهرجان إيزيس لمسرح المراه، مبسوط ان عندنا مهرجان بيناقش قضايا المراه، مبسوط ان احنا عندنا مسرحيات من كذا دوله، دي حاجه حلوه جدا ان احنا نتعرف على الثقافات، المسرح بيعرفك على ثقافات الدول التانيه.